أول حاجة ندخلوا لموقع جوجل ونكتبوا نوع الكاميرا متاعنا كانون 80D. أول موقع حيطلع عندنا نختاروه ونختاروا Drivers and Downloads وبعد نختاروا Firmware. طبعا لو كان ويندوز تختاروا ويندوز ولو كان نظامكم ماكنتوش تختاروا ماكنتوش. حجم الملف هو 29 ميجا بايت. نشوفوا بيانات الملف اللي حملناه. ضغطة يمين تشوفوا معلومات الملف حجمه 28.9 ميجا بايت. تو خلونا ننقل الملف لذاكرة الكاميرا عشان نقدر نديره تحديث لنظام الكاميرا. حندير نسخ وبعد ننقل لمجلد الميموري كارد ندير لها لصق. تمام حاليا خلونا نركب الذاكرة في الكاميرا. نشغلوا الكاميرا ضروري ما يكون على وضع وضروري ما تكون الكاميرا على الوضع M. حاليا الإصدار الحالي هو 1.0.2. التأكد من أن الكاميرا على الوضع M. حاليا الكاميرا تقوم بتحديث النظام Firmware Update Program. رب التأكيد للتحميل. وقت التحميل حوالي دقيقتين. تم الانتهاء من التحميل وتم تحديث الكاميرا. خلينا نشوف آخر إصدار حاليا هو 1.0.3.